شكرا لمشاهد 24 وشكرا لهم وشكرا لكل الصحفيين اللي هما وسيله تواصل بين الفنان وبالجمهور ديالو. الحضور ديالي بطبيعه الحال هو معروف انه احنا كنا المغاربه داخل وخارج الوطن تنحتفلوا بعيد المراه، وبصراحه الى انا تنقول عيد المراه تنقولوا من القلب ديالي، لانه الى لاحظتوا الاغاني ديالي اللي كانت قديمه فات كلها تنتغنى بها على المراه. يلا تسنيني نهار الحد راني كونجي، يلا ينساليك المدون من طنجة للعيون. دائما كنت انا ديما تنقول الكلمات اللي هما طيبين في حق المراه. يعني لو قلت رانا تنحتفل بعيد المراه راه تنحتفلوا عن صدق ومن القلب ديالي. والمراه اولا فيها الام ديالي اللي هي ربتني وتعذبات باش تكبرني، وربي ميزها بواحد الميزه في العالم كله هو المرأة المغربية والعربية. مادام أن المرأة المغربية عربية أعطاها الجنة تحت الأقدام ديالها، يعني قبلة وحدة منك للأم ديالك في الرجل ديالها أعطاك الله بيت في الجنة. فتنقول لها الله يرحمك ويوسع عليك في هذا النهار هذا ويجعل البركة في الأمهات اللي هما باقيين كلهم أمهات ديالنا، ومنهم الأخت ديالي المرأة الثاني اللي جات مور امي هي الاخت ديالي، لانه توفات امي 21 سنه كنت حطيت الراس ديالي على الاخت ديالي، يعني خديت منها النص من اللي عطاتني الام ديالي. من وراها جات الزوجه ديالي اللي انا تنفتخر بها، وتقريبا ماشي سهل واحد 36 سنه ديال الزواج ماشي سهل، ولدنا فيها وليدات وربيناهم وكبرناهم. فمره اخرى تنقول تحيه للمراه المغربيه داخل وخارج الوطن. الجديد ديالي هو اغنيه لالا العروسه، لانه انا الاختصاص ديالي هو اعراس 100%. يعني غادي نصوب لها اول مره، غادي نصوب كليب للعروسه ان شاء الله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما غاديش ننساوكم كاملين، نعيط لكم ان شاء الله نهار الافتتاح ديالو يا ربي. شوف انا ما غادي تسمعوش مني شي كلمه بغير انه تنحب كل الفنانين، تنحبهم وتنبغيهم. هو هذا اللي تسمى الارزاق، ما عمر غتكون منافسه، لانه فنان انا خصني نكون طيق في راسي ونكون طيق في الاعمال ديالي، ونخلي الاعمال ديالي هي تمشي بها لقدام.